بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله تعالى، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة في هذه الليالي الطيبة المباركة، ليالي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر ومجالس العلم. ونحن الآن كنا في صلاة القيام، تلك الصلاة الطيبة المباركة التي قال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا بأن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ولذلك وصية الأولى لأحبتي في الله تعالى: في كل ليلة تسأل الله أن يجعلك من عتقائه من النار، ولو في كل سجدة من سجدات القيام، صلاة العشاء، تدعو الله تعالى أن يجعلك من عتقاء هذه الليلة، لأن مولاك الجليل في كل ليلة يتفضل بعتق خلق لا يحصي عددهم إلا الله. وقد يتمنى يتفضل الله على العبد بأن يكتب له العتق من أول ليلة، أو في الليلة العاشرة، أو في الليلة الرابعة، أو في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك. والله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله لا يخلف الله وعده. وكما نعلم أيضا أن الله جل جلاله هو وحده جل جلاله الذي يحب الإلحاح. لو أنك ألححت على إنسان عزيز لديك أملك وملك وحاول أن يهرب منك، حتى ولدك لو ألح عليك، أو زوجتك ألحت عليك، أو ألح الرجل على امرأته، تشعر بنوع من عدم الرغبة في تنفيذ الطلب، لأن الناس بطبيعتهم لا يحبون الإلحاح. أما مولاك صاحب العظمة والجلال فقد أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله يحب الملحين في الدعاء. فلو أنك بعدد أنفاسك سألت الله ما ازداد الله عنك إلا رضا، وما ازداد فيك إلا محبة وإقبالا. ولذلك أتمنى في كل سجدة وأنت تصلي وخارج الصلاة: اللهم اجعلني من عتقاء هذه الليلة، لأن هناك فرصة. والله تبارك وتعالى يستحي، الله يستحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ممكن جدا تذهب لواحد من الأغنياء يقول لك: أنا ما عندي فكة، أو ما عندي فلوس الآن، أو تعال بكرة، أو الظروف لا تسمح، أو ألف عذر. الله جل جلاله يقول: عطائي كلام، ومنعي كلام، ورحمتي كلام، وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول كن فيكون. الله لا يعجز شيء، الله لا يعجز شيء. ولذلك أحسن الظن بالله، ووسع دائرة الطلب، واعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أثر القرآن في الأمة. القرآن كما نعلم هو الكتاب العظيم الذي ختم الله به الكتب، ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين. أنزل القرآن في شهر رمضان. حتى نعرف أثر القرآن في الأمة نريد أن نرجع إلى الوراء قليلا، وأقصد بالوراء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال العالم، ثم كيف تحول وتغير. وهذه النقلة النوعية في تاريخ الإنسانية، ما هو السبب الرئيسي في هذه النقلة؟
العرب كما نعلم ليست لهم حضارة مذكورة عبر التاريخ، ولم يكن أحد يعلم بأن هناك خلق يسمون عرب أصلا، وإنما كانوا مجموعة من البشر قلة قليلة عاشت في حضن جزيرة العرب، غاية ما يبتغونه رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، وإلى الشام على حدود جزيرة العرب، واليمن جزء من الجزيرة نفسها. إذن كانت رحلاتهم إلى العالم وتواصلهم مع العالم الخارجي ضعيفة جدا. ولذلك أنكر الناس عندما جاء الصحابة بهذا الدين، أنكروا عليهم لما كانوا يتوقعون، حتى إن كسرى عظيم الفرس عندما جاءه الرسول الذي يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عمل له استجواب: من أنتم ومن أين وأين تعيشون وأين تسكنون؟ فظل يحاول يشرح له فترة حتى فهم أننا أمة من خلق الله تعالى أمثالكم نعيش في الأرض. قال: في أي مكان من العالم أنتم؟ قال: نحن طبعا جغرافيا عند الصحابة كانت لسه قليلة، ما يعرف التضاريس الجغرافية، فين الفرس فين الروم، لسه المسائل دي ما زالت بكر، لأن كل معلوماته ما زالت في داخل إطار لم تخرج بعد. طب أي دولة أقرب لكم؟ قال له: بيننا قريب لنا مكان، أو مكان دولة تسمى اليمن. قال: أنت قريب من اليمن؟ نعم. سأل المستشار بتاعه، قال: وين اليمن هذه؟ قال: اليمن جزء من مملكتك يا مولاي. قال: يعني تبعنا؟ نعم. قال: يعني جماعة دول تبعنا؟ نعم. قال: طب اديني أوصفهم حتى أعرف من هم. كيف تجرأ واحد منهم أن يرسل لي كتاب يقول لي من محمد إلى كسرى؟ يعني إزاي يعني الكلام هذا؟ فظل يشرح له، قال: أنتم الذين تأكلون الجراد وتلبسون جلود الإبل؟ قالوا: نعم إحنا. قالوا: أهلا وسهلا مرحبا. وتريدون أن أدخل في دينكم؟ قالوا: نعم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا رسالة للعالم، ونحن فقط أمرنا أن نحمل رسالة الله إلى العالمين. هذا الكلام معنى إيه؟ إن لم يكن العرب معروفين أصلا، كانوا أمة متفرقة ليس بينها وحدة سياسية، فلم يعرف لهم كيان سياسي قبل الإسلام، لم يكن لهم ملك عبر التاريخ بمعنى ملك صاحب قدرة ونفوذ، وإنما كان واحد كده رئيس كده بالبلدي، وبعدين بظروف فدول يسمعوا كلامه ويخلفوا كلامه والعملية مشية. ولم يكن لهم نظام اقتصادي معين، ولم يكن لهم أيضا نظام عسكري، لم يكن لهم جيش منظم له قيادة وله أفراد، كل هذا ما كان موجود. وبالتالي نظامهم الاجتماعي كان نظام قبلي متواضع جدا، فلم يكن لديهم من شيء يصدرونه إلى العالم، ما عندهم شيء. كانوا أقل الناس حضارة، وأقل الناس خبرة، وأقل الناس معرفة، مما لا شك فيه أيضا أنهم كانوا أقل الناس مشاكل، وكانوا أقل الناس انحرافا، لأن الانحرافات التي كانت لديهم لو قورنت بانحرافات الفرس أو الروم كانوا يعتبروا صالحين جدا، لأن هذه الدول القديمة بس وصل بها الانحراف إلى السماء، وصل بهم إلى أعلى ما تتصور وتخيل من عبودية للإنسان وإذلال له وتصغير لشأنه، ومن رفع لشأن هؤلاء الأباطرة أو القياصرة أو الأكاسرة الذين يحكمون هذا العالم. ولذلك سيدنا ربعي لما دخل على ملك الفرس ووجد أن الوزراء الذين معه وهؤلاء والحاشية والمستشارين لا يرفع أحدهم وجهه في وجه الملك، كل واحد مطاطع رأسه إلى الأرض ويستحيل أن ينظر إلى وجهه، قال: خبتم وخسرتم، لقد كنا نظنكم من أولي الأحلام والنهى. أنتوا خايفين تنظروا في وجهه، هو أليس هذا بشر مثلكم؟ قال: اسكت اسكت اسكت، أنت بتخرب النظام والسيستم بتاعنا خربان، إحنا هذا نظامنا الذي عشنا عليه. قال: إن محمدا رسول الله يدخل علينا وقد بسط الرجل منا قدمه فلا يجمعها ولا يقوم أحد له تعظيما، بل كان ينهانا أن نقوم له صلى الله عليه وسلم، بل إنه قال لنا: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وجد أن الناس يقفون على أقدامهم، ما يقعدون على كراسي، يظل لو ساعتين أمام الملك هذا الإله الأعظم بتاعهم، ساعتين وجهه في الأرض ويسمع التعليمات: حاضر سيدي، نعم سيدي، حاضر سيدي. قال: كيف أنه كنتوا أصبحتوا أمة وقالكوا 600 سنة وأنتم في العالم؟ أنتوا إذن فرصة قضاء عليكم سهلة، لأنها شعوب ورقية، ليس شعوب لها قيمة، لأن الشعب عندما يكون له قيمة عند ولي أمره، الولي الأمر نفسه يصبح له قيمة، لأنه إن اعتدي عليه سيجد من يدفع عنه. أما عندما يتعرض لضرر، أول من يذبح على الطريقة الشرعية شعبه، لأنه أذله وأهانه وامتهنه. فكان هذا حال العالم يا إخواني، ما في قواعد، العرب ما كان عندهم شيء. أبرهة الحبشي خرج من اليمن
حتى وصل إلى مكة يريد أن يهدم البيت الحرام. لم تقف في وجه قبيلة واحدة من قبائل العرب، لأنه الجيش كان إلى حد ما عدد كبير وفي نوع من التنظيم، أما الجزئية دي ما كان عندهم شيء. ولذلك كل الذي فعلوا تركوا مكة وصعدوا إلى الشعاب في الجبال وتركوا البيت الحرام، قالوا للبيت رب يحميه. إذن ما حتى كان عندهم قدرة أن يواجهوا عدوا يريد أن يهدم بيتهم وبيت آبائهم وأجدادهم. هذا كان حال الناس. في عام الفيل ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تغيرت خريطة العالم. 40 سنة الذين فروا من وجه أبراهم الذين دكوا العالم دكا، غيروا وجه التاريخ. ما الذي حدث؟ هذا عمل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وبدأ عملية الدعوة، كما نعلم دعوة فردية. كانت التعليمات التي أمره بها الله تبارك وتعالى أن تكون الدعوة سرية، وأنذر عشيرتك الأقربين فقط، لأن هؤلاء هم أقرب الناس إليه، وهم أعلم الناس به، وهم أحن الناس عليه، وبالتالي المفروض فيهم أن يكونوا أكثر الناس طاعة واستجابة لدعوته. إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسألة عكس تماما، أقرب الناس إليهم أعدى أعداؤه. وبدأ النبي الدعوة الفردية 3 سنوات، بعدها صدر قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بدأت المواجهة عامة مع أهل مكة جميعا بكل أطياف مكة. ما كان عند النبي شيء يقدمه عظيم يؤثر في الناس إلا القرآن. يأتيه الرجل من عمق جزيرة العرب يقول بماذا أرسلت، يقرأ عليه مجموعة آيات. لأن القرآن يا إخواني فيه كل ما يتعلق بالذات البشرية والجسد البشري نفسه. هناك علاقة وطيدة جدا بين القرآن والإنسان، لأن الذي أنزل القرآن هو الله، والذي خلق الإنسان هو الله. فكل آية من آيات القرآن بتركب مع خلية من خلايا جسدك. ولذلك حتى بعض الناس غير المسلمين يسمعون القرآن يتأثرون به وهم لا يعرفون معناه، لأن هذا كلام الذي خلق هذه المنظومة، الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماءه. الدكتور نجيب الرفاعي أحد متخصصي التنمية البشرية ورجل عنده تميز في هذا، يقول كنت بحضر رسالة الدكتوراه في أمريكا، وطلبوا منا أن احنا كل واحد يقدم مقطوعة من الأشياء الشعبية عندهم، الأغاني الشعبية في بلادهم. فطبعا كنت أنا العربي الوحيد الموجود، والقاعة دي كان فيها 100-150 واحد كلهم غير مسلمين، فكل واحد جاب بعض الأناشيد الوطنية عندهم، وهم يسمعوا عن طريق سماعات معينة تضخم الصوت تعمل مؤثرات، إلى أن جاء دوري فقالوا تفضل قول حاجة من الترانيم الشعبية اللي عندكم، فقرات الفاتحة. وإذ بي أجد أن الناس قد اختلفت وجوههم رغم أنهم ما يعرفون ولا كلمة عربي. فالبروفيسور رغم أنه كان يهودي قال لي ممكن تطلع تجديد مقطوعة أخرى في مكان، فطلعت على المنصة وقرأت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان هناك 2 تحت الاختبار التست، قال والله رأيت عيونهم تنهمر منها الدموع وهم لا يعلمون ماذا يسمعون، بس مجرد القرآن عندما يصل إلى قلبك. ولذلك القرآن نحن نستعمله حتى مع غير المسلمين، لأن القرآن مثل ولا يحتاج إلى لغة في الفهم في التطبيق، أما في التأثير لا يحتاج إلى شيء غيره وحده. ولذلك كثير من الناس نسمعه مجرد ما يسمع القرآن يستريح. بعض الناس احنا نعالجهم، بعض المرضى غير المسلمين نقرأ عليه القرآن فيخرج الجن من بدنه وهو لا يعرف ما الذي قرأ عليه. هذا كلام الله، علاقة عجيبة جدا يا إخواني ما بين الإنسان وبين القرآن، لأن الذي خلق الإنسان هو الله. ولذلك الرحمن علم القرآن، بعد غليش خلق الإنسان، إذن الذي علم القرآن هو الذي خلق الإنسان. بعد ذلك قال علمه البيان. فأي عجمي أي إنسان على وجه الأرض يسمع القرآن، مجرد سماع قرآن الله تبارك وتعالى يجعل فيه تأثير على نفسه وعلى مكوناته الداخلية. بدأ النبي يعمل عليه الصلوات ربي وسلامه أول مدرسة في تاريخ هذه الأمة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كان كل اللي عند النبي قرآن صلى الله عليه وسلم، صحابة من الصباح إلى المساء، لأن ما في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام ولا شيء. كل واحد عنده فترة من الزمن يأتي يدخل دار الأرقم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه أو ما أوحي إليه. وظل النبي يشحن الصحابة صلى الله عليه وسلم بالقرآن 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 13 عاما. كانت التعليمات المباشرة من صاحب العظمة والجلال وهو الله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة.
حتى إن الواحد منهم كان عندما يضرب ليس مأذولا له أن يضع يده ليتلقى الضرب، وإنما يعطي وجهه لمن يضربه حتى يشبع من الضرب. تعليمات كفوا أيديكم، تربية. بلال بن أبي رباح هذا الهضبة الحبشية الكبرى، يأتي طفل صغير من الأطفال يربط الحبل في عنقه ويجره كالماعز، ما يمنعه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ما تضربوا أحد ولا تتوجهوا لأحد أبدا، اتركوا الأمر لله، فإن الله جاعل لكم جولة لا تتوقعونها ولا تحلمون بها. 13 عاما الشيخ محمد قطب، ما أدري حي أو ميت، إذا كان ميت نسأل الله أن يسكن الفردوس الأعلى، وإذا كان حيا نسأل الله أن يطيل في عمره ويرزقه حسن خاتمة، يقول: إن الذي ألقي في دار الأرقم لشيء غريب حقا، ولم ينقل إلينا مما دار في دار الأرقم حرفا واحدا، ولكننا نستطيع أن نحكم على مستوى الدراسة في دار الأرقم من سلوك الطلبة المتخرجين من هذه الجامعة، لأن خريج دار الأرقم وبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء هم خريجوا هذه المدرسة. فقال: إذن كان في دار الأرقم نوع من التعليم راقي لم تصل إليه الإنسانية إلى يومنا هذا. 13 عاما نعلم الناس القرآن، بعد ذلك أذن لهم أن يهاجروا. طبعا الهجرة كانت تضحية كبرى، ليس سهل أن تترك بيتك وأن تترك زوجتك وأن تترك أولادك وأن تترك أموالك. يعني سيدنا صهيب الرومي عندما أراد أن يهاجر 40 عاما وهو تاجر، كل رأس ماله سيتركه تماما وسيخرج فقط بثوبه الذي هو عليه، لولا أنه ربي تربية خاصة ما استطاع أن يضحي بعمره كله ليخرج إلى عالم المجهول. كل الصحابة تركوا ما يملكون من أموال وعقارات، اللي قدر يحمل شيء على ظهر الدابة اللي عنده حمله، والذي لم يستطع ترك كل شيء وراءه. ولكن هناك شيء أقوى أصبح في قلوب هؤلاء دفعهم إلى التضحية التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا. وخرج الصحابة إلى المدينة. في مكة كان المعلم الواحد محمد رسول الله، في المدينة تحول هؤلاء الخريجين من دار الأرقم إلى معلمين، فكل واحد أخذ له مجموعة من إخوانهم الأنصار، وبدأت أكبر عملية محو أمية في التاريخ. في سنة واحدة أصبح الأنصار والمهاجرون أعلم أهل الأرض بكل شيء. الشيء الذي ينبغي أن نفطن له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فقط ليعلم الناس أو يبين لهم طبيعة العلاقة بينهم وبين الله فقط، وإنما بيّن لهم كل العلاقات التي يحتاجون إليها في هذا العالم. تحصل الصحابي بسيط جداً في ملابسه، في حركاته، في أمواله، ولكن لديه علم الأولين والآخرين، موسوعات بمعنى الكلمة، يتكلم منذ أن خلق الله آدم عليه السلام في الجنة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يختصر لك رحلة الإنسانية كلها من ألفها إلى يائها. وهذا حتى اليوم لا يوجد عند المسلمين إلا قليلا. كل رحلة البشرية من آدم عليه السلام يوم أن خلق لا تجد مصدر موثوق إلا القرآن الكريم. وهؤلاء كانوا يتشربون القرآن تشربا، فأصبحوا أعلم أهل الأرض بكل مكونات الأرض. بل إن بعض الصحابة يقول: ما من طائر يضرب بجناحيه في كبد السماء، ما من طائر يضرب بجناحيه في كبد السماء إلا جاءنا خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ حتى علوم الطيور والحيوان علمهم رسول الله كيف تكون وكيف تسبح وكيف تتحرك. عالم البحار وما فيه، عالم النباتات وما يحويه، كل العوالم الموجودة في الكون أصبحوا أعلم الناس بها قطعا ويقينا. القيم، أحد المستشرقين المنصفين يقول: إن القرآن الكريم يصلح أن يسمى بدستور الأخلاق. كانوا أمة همج ما عندهم شيء، أصبح عندهم أخلاق وعندهم نظافة وعندهم نظام. ولأول مرة في جزيرة العرب يؤسس جيش منظم. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني عندما ذهب إلى المدينة أقام عدة مشاريع: المشروع الأول بناء المسجد، والمشروع الثاني المؤاخاة، والمشروع الثالث الوحدة الوطنية، وفي مشروع قلما يتكلم فيه أحد وهو معسكر التدريب العسكري الذي كان ملاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
يخرج الصحابة من المسجد إلى معسكر تدريب يسمى بمعسكر بنو زريق. يبدأ الصحابة تلقوا تدريب عسكري على أعلى مستوى، والدليل على ذلك أنه في غزوة بدر كان ثلث عدد المشركين، عدد الصحابة 313 14 رجل، 90% من الصحابة يمشون على أقدامهم، 70% من الصحابة حفي ما عندهم نعل، 60% من الصحابة ليس عندهم سيف لأنهم خرجوا من المسجد زي ما احنا جالسين الآن كده، تعالوا يا جماعة في كذا، طلعنا تحركنا، لأنهم عندما خرجوا لم يخرجوا أصلا لقتال، وإنما خرجوا للعير القافلة التجارية القادمة من الشام بقيادة أبي سفيان، وعدد وهم يعرفون إن عدد هؤلاء الناس 40 رجل ودول 300، فقطعا سوف يأخذونهم باليد وتأتي كل القافلة إلى المدينة بالراحة. وربنا قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. عندهم فقط فرسين 2 و70 بعير. تعال اتكلم عن أهل مكة، 90% من الذين نزلوا المعركة هم أكبر فرسان جزيرة العرب، أما هؤلاء بعضهم ما كان بهذا المستوى من الفروسية، ولكن اللياقة المستمرة التدريب المستمر للنهار من النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هؤلاء عمالقة في الحروب. أول من استعمل سياسة كتم النيران في التاريخ واستدراج عدوك إلى مرمى نارك كان هؤلاء الصحابة، لأن العدد قليل عندهم، والسهام عندهم قليلة، والرماء عندهم قليلة، والنبل عندهم قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد العجز في السلاح كان يقطع فرع الشجرة ويقول من يأخذ هذا بحقه، وبالتالي يأخذون هذه الأخشاب فتتحول إلى سيوف صارمة، ما عندهم شيء. وبدت المعركة التي لم تكن متوقعة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أهل مكة انبهروا، 313 رجل، كل ما يبصوا يقولوا 50 60 واحد، فيبدأ أهل مكة يحصل عندهم نوع من التحفيز، يقول لك العملية كلها ده كلمتين وبس ونخلص. ولكن فوجئوا بأن المعركة لما بدأت الأمر مختلف. صحابي من أطفال الصحابة يتصدى لأكبر صنديد من صناديد قريش، زحفوهم تزحيفا في بدر، فرجع أهل مكة بانطباع آخر بأن هؤلاء الناس قد اختلفوا اختلاف عما كنا نعلمه. ولذلك أول ما بدأت المبارزة نزل 3 من الأنصار، طبعا لابسين غاطسين في الزرد كما يقولون، أو لابسين مقنعين ما بين منهم شيء. قالوا من أنتم؟ قالوا نحن الأنصار. قالوا أكفاء كرام تناس طيبين، ولكن ما بيننا وبينكم حرب، نحن نريد أبناء عمومتنا وإخواننا، يعني نريد المهاجرين. فرجع 3 من الأنصار، والنبي اختار 3 من أقرب الناس إليه وخرجوا، وعينك ما تشوف إلا النور، دمار سحق، حتى شل أركان الجيش المشرك فقط لمجرد المبارزة الأولى. وجدوا مستوى من العسكرية الذي لم يسمعوا ولم يحلموا به. هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت لو درويش بدون قوة من السهل أن توطأ بالنعال ولا تحتاج مشكلة. وذلك ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم قوة، لازم أي حق ليست له قوة تحميه فهو باطل، ولن يقيم لك قضاء العالم أي وزن ما دام ليس لك قوة تحميك فلا وزن لك. ولذلك بجوار الصلاة كانت هناك التدريب العسكري التقدي على كل فنون الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان راميا ينزل معهم في الرمي. سلم بن الأكوع صحابي خريج معسكر بني زريق، سلم بن الأكوع هذا رجل من الأنصار، تصور أنه كان يسبق الفرس المدمر، كان يجي بجوار الفرس الذي تم تدريبه شهور وسنين فيسبق تدريب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجماعة الذين سرقوا أموال الصدقة وإبل الصدقة لم يصل خبرهم إلى المدينة إلا العصر، وكانوا قد ابتعدوا تماما عن المدينة، قتلوا العاملين على الصدقة وأخذوا كل الأموال وانصرفوا، وجاء خبرهم في بعض منتصف النهار للنبي محمد، قال يا سلمة لبيك يا رسول، قال أدرك القوم. يطلع سلمة وحده بعد نصف يوم فيدركهم ويظل يرميهم بالحجارة حتى أوقفهم مكانهم، حتى وصل الصحابة فأخذوهم وردوا الإبل إلى رسول الله. عسكرية مذهلة. خالد بن الوليد
خريج مدرسة النبوة، يقول عنه عمر رضي الله تعالى عنه: رحم الله خالداً أبا سلمان، إنه بألف ألف رجل. يعني كم؟ مليون مليون. هذا تلميذ من تلاميذ محمد، صحابي من الصحابة الذين لمعوا. أسلم عمره 12 سنة، الزبير بن العوام. النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الزبير يصل 10,000 رجل. يعني إيه؟ يعني الواحد ينازل جيش قوته 10,000. ولذلك لما خرج الصحابة بعد التقدم الذي أعطاهم الله إياه، قوة الأبدان، الإيمان أدت لقوة الأبدان. ولذلك إحنا الضعف بتاعنا في قلوبنا وليس في أجسادنا. لما ضعفت القلوب لضعف مكونات الإيمان أصابنا الهلع والخوف والجزع، وأصبحنا أقل صرخة نموت قبل أن يأتينا الصارخ. أما هم لا، المسألة عندهم محمد ركز على قلوبهم فتغيرت قلوبهم وملئت إيمانا فأصبحوا خلق آخر. ولذلك ما فكروا في يوم من الأيام أن عدوهم كم عدد مطلقا. لو قرأت معي تاريخ الحرب مع الفرس ما وجدت معركة دخلها المسلمون وكان عددهم كعدوهم أبدا. آخر معركة التي فتحت بها المدائن عاصمة الفرس 40,000 أمامهم نصف مليون مقاتل، ويقتلون في ساعة واحدة 30,000 فارس من فرسان الفرس. شيء مذهل حقيقة، لم يتكرر في التاريخ هذا الشيء. تربية، هذا هو القرآن. فالقرآن أقام لهم وحدة اقتصادية، أصبح قوة اقتصادية ضاربة، ووصل بهم الحال إلى أنهم يهددون خطوط التجارة العالمية، لابد أن تخضع لشروطنا. قوة عسكرية 30 عام اكتسحوا 3/4 العالم. قوة أخلاقية ما عرفت الدنيا فاتحين محسنين يتمتعون بقيم وأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوة سياسية أصبحوا كيان واحد، بعد أن كانت كل قبيلة تغرد في سرب أصبحت هذه الأعداد كلها تحت راية واحدة. فشكل الإسلام هذه الأمة تشكيل جديد، ودفعهم رسول الله إلى العالم خيرة العالم. ولذلك ما وقف أمامهم شيء، حتى سخر الله لهم الحيوانات المفترسة كانت تقاتل معهم وتدافع عنهم، لأنهم أولياء لله تعالى. ولذلك قصة موجودة في التاريخ أن النبي أرسل كتاب صلى الله عليه وسلم مع مولى من مواليه يسمى سفينة إلى عامله على البحرين. سفينة يركب سفينة، فالسفينة تتعرض لأمواج عاتية في البحر فتتحول إلى مجموعة ألواح على صفحة الماء. يتعلق سيدنا سفينة بلوح من الألواح وتظل مياه تحمله ليل نهار حتى وصل إلى جزيرة نائية مهجورة. وبينما هو يكاد أن يصل الشاطئ راه أسد من الأسود فزمجر وقال: فرصة ذهبية، رزق ساقه الله إليك. فلما وصل سيدنا سفينة أصابه إعياء من الليل والنهار في البحر، فعجز أن يقوم من مقامه. فلما دنا منه الأسد أخرج الكتاب الذي معه، قطعة جلد مكتوب عليها كلام، وقال له: يا قسورة، هذا كتاب رسول الله إلى عامله على البحرين، وأنا سفينة مولى رسول الله. أنت لو رأيت واحد بيتكلم مع حيوان هتعمل معاه إيه؟ 100% مجنون رسمي. ولكن الصحابة الأمر ده عندهم عادي عادي. الأسد وقف بعيدا عنه ولم يصل إليه. بدأ السعيد عافيته ونشاطه فتحرك، والأسد جالس، تحول من مهاجم إلى مدافع. فلما وقف نظر إليه كما لو قال: اتبعني. فاستطاع أن يخترق به الغابة اختراقا عجيبا كما لو كان مرشد سياحي من الدرجة الأولى، حتى وصل به إلى المكان الذي فيه مرفأ السفن. فلما وجد سفينة تكاد أن تتحرك نادى عليها فوقفت. قال: فالتفت وإذ به أرى عينيه تذرفان الدمع كأنه يودعني. حتى الحيوانات الله جعل في قلوبها رحمة على أولياء الله تعالى. فالقرآن هو الذي صنع هذه الأمة، وهو الذي صنع مجد هذه الأمة. قطر، كل إفريقيا، كل أوروبا، كل آسيا،
صحابي وصل خاض البحر بفرسه على حدود المغرب وقال: لو أعلم أن خلقاً وراء هذا البحر لخضته حتى أبلغهم دعوة الله. ما أوقفهم عن غزو العالم كله بالإسلام إلا أنهم ظنوا أن ما في عالم إلا هذه المنطقة التي يعيشون فيها، ولكن لو علموا لحملوا. ولذلك لما جاءتهم الأخبار بعد ذلك في عهد سيدنا معاوية وغيره، خرجت السفن تتهادى على صفحات المياه إلى العالم تحمل رسالة الله إلى العالمين. الإسلام، القرآن هو الذي صنع هذه الأمة. القرآن يعطيك قوة إيمانية، قوة في البصر، قوة في البصيرة، قوة في التكتيك، قوة في التخطيط، قوة في كل شيء. وبعدين يربطك ربط مباشر مع ملك السماوات والأرض، لأن هذا كلامه. ولذلك يقولون: من أراد أن يكلم الله فليقم إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. إذن نحن نحتاج إلى عودة جادة من الأمة للقرآن العظيم. نكثر من التلاوة والقراءة، نكثر من التدبر والفهم، نحاول نحول نظريات القرآن إلى واقع كما حول الصحابة. لأن الصحابة يا إخواني كانوا قرآن يمشي على الأرض، قرآن يمشي على الأرض، آيات تتحرك بدم ولحم وعظم. صبهم رسول الله في قالب الإسلام صبا، فكانوا هم الإسلام وكان الإسلام هم، ما في فرق. لو تحول القرآن إلى بشر ما زاد على أن يكون رجلا كأبي بكر وعمر. كانوا قرآنا يمشي على الأرض. سئلت أمنا عائشة عن أخلاق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فتحول القرآن من كلام نظري إلى واقع عملي. الآن نحن لدينا ملايين المصاحف، كم تساوي حبر على ورق؟ المطلوب أن يتحول القرآن إلى واقع. ولذلك الحمد لله نحن نسمع القرآن في صلاة التراويح وغيرها، ومما لا شك فيه أنه يلعب دورا كبيرا للذي يتدبر فيشعر بأنه أخذ وجبة غذائية عالية، يغذي فيك أشياء أنت لا تعلمها. مطالب أن تقرأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل خصيصا في رمضان يقرأ القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نقرأ القرآن وبكثرة، ولكن أمرنا مع القراءة أن نتدبر لأهمية القرآن في رمضان. سمعنا عمن كان يقرأ القرآن كله في ليلة، بل وسمعنا عمن كان يختم في ليلتين، ومن كان يختم في ثلاث ليالي، بل وورد عن الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه كان يختم في رمضان في اليوم ختمتين، ختمة بالليل وختمة بالنهار. انشغلوا بالقرآن كل الشغل، حتى قالهم مولاهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأتمنى أن نعطي مساحة أوسع للقرآن قراءة وتدبرا واستماعا، تخرج من رمضان بدورة إيمانية عالية. القرآن يتخلل نياط القلب ويسر في عروقك وأوردتك وشرايينك، فتجد نفسك خلقا آخر يصبح. بس أهم حاجة، وده أنصح به، أنك أنت لما الإمام يقرأ الإمام يقرأ لك، لأن بعض الإخوة الإمام في وادي وهو في وادي آخر، المهم الإمام يركع. ليس هذا هو القرآن وليس هو الهدف، وإنما ليتدبروا آياته. أنت مع القراءة مع الإمام كلمة كلمة، لأن القرآن الله يتكلم معك، الله يتكلم معك. وإذا كان في إنسان يتكلم معك من بني آدم من المروءة والأدب أن تنصت له، ما بالك لو كان الذي يتكلم معك هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن علينا أن نستقبل القرآن استقبال الظمآن الذي يروى، نقف مع الآيات، ذهني مع الإمام آية آية. آية الجنة ترفع عند اليقين إلى معدل السحاب، آية النار تصل بي إلى درجة من الذوبان أخاف أن أكون من أهل هذه النار، آية الوعد، آية الوعيد، الأوامر، النواهي، التكليفات، كل هذا لك. ولذلك نصيحتي التي أختم بها: كن مركزاً مع الإمام غاية التركيز. الإمام حافظ، لا يحتاج أن يقرأ لي ولا لك، ولكنه جاء ليقرأ لي ولك أنت، لا ليقرأ لنفسه. فأنا أركز إخواني مع قراءة الإمام سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأن هذه رسالة الله لك. والقرآن هو الدستور الذي سيحاسبنا الله على بنوده ونصوصه. كل شيء في الدول المتحضرة له قانون يحكمه،
عندك قانون المرور، قانون الرياضة، قانون الزراعة، قانون الصناعة، قانون القضاء، قانون الإسكان، كل شيء له قانون. هل يعقل أن خالق السماوات والأرض لم يضع قانونا ينظم علاقتك به؟ أبدا. القرآن الكريم جاهز، ولذلك يوم القرآن يوم القيامة سنسأل بناء على نصوص القرآن، هل أنت أحللت الحلال، حرمت الحرام؟ كل الذي ستسأل عنه بين يدي الله موجود في هذا الدستور الرباني الذي أنزله الله في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي صنع هذا المجد العالمي، والذي غير وجه التاريخ والقرآن. لما عطلنا القرآن اختلفت طباعنا وعاداتنا وآلامنا وآمالنا، وأصبحت حياتنا مجموعة أعراف وعادات وتقاليد، ولذلك وجدت الأخ يختلف عن أخيه، وبينهما كما بين المشرق والمغرب. الصحابة لما كان كل تربيتهم على القرآن، والله تسأل الصحابة 100 صحابي سؤال واحد تجد الجواب واحد، الجواب واحد، لأن المدرسة واحدة، المعلم واحد، والمنهج واحد، فعادة يكون الجواب واحدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا أحبتي في الله تعالى، لنا ورد نقرأ ونحاول. طبعا في رمضان العلماء قالوا لا مانع من الإسراع حتى تأخذ تحصل على أكبر قدر ممكن من الحسنات، ولكن بعد رمضان تحاول تجعل لك قراءة تدبر. أحد العلماء قال إني أقرأ القرآن في كل 3 ليالي مرة، أما قراءة التدبر فمنذ 14 عاما وما زلت في سورة الإسراء. 14 سنة وقاعد يتدبر القرآن ويحوله إلى واقع. وده الكلام اللي بنسمع عنه لما سيدنا عمر حفظ سورة البقرة في 9 سنوات. هل كان غبي؟ أبدا. عمر كما نعلم عملاق الإسلام الأول، ولكنه كان لا ينتقل إلى آية غير التي وفيها إلا إذا فهمها وطبقها وعمل بما فيها وحفظها، فرزقهم الله العلم والعمل جميعا. إن قدر الله لنا لقاء هنتكلم عن مشروع اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في القرآن، حتى تستطيع أن تحفظ وأن تطبق وأن تصبح قرآن يمشي على الأرض، لأن النبي له طريقة نقلها الصحابة. إن شاء الله تعالى لعلي لقاء قادم نتكلم كيف كان الصحابة يستفيدون من القرآن ويحفظون القرآن ويطبقون القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك حبيبنا.